انا سويت على الموازنة، قلت بس فاتك المراكز قبل شيء وزعتها. ها فارس النسخة نجم الجمهور من هيله. فارس النسخة الأول محمد كبير، والثاني وازع، والثالث سلطان البيح. نجم الجمهور الأول راشان السهلي، الثاني من هو؟ الثاني عليان، الثالث تتوقع من هو؟ نحلة السلم خلصوا. هذه نحلة لكم. وشو؟ أشوف تصويت مادي هذا هبت. ولا عودنا الصح مراكز الصحيحة. الأول فارس النسخة واحد قال خلد بن ملحم. الثاني سلطان دويحس. الثالث أنا سلمي مول. لا ما بيها. يا الأول ولا فلا محمد بندر. استاهل يا والله، استاهل بندر. استاهل طيب. نجم الجمهور يبقى ما هو عليه، ركان سعود السهلي الركن الثابت، ثابت على مركز أول في نجم الجمهور. الثاني الثاني من هو؟ من هو؟ تقييمي وازع. الثالث محمد الطوالة، أول محمد الطوالة المركز الثاني. بفلوسنا يا حسين ما شم عروفي. كل شيء ببين، حتى مو فكري لو يدخل معنا طال عمرك ياخذها ترى. انت معي بفلوسنا يا بيت. ماشي معروفي، ماشي معروفي. حلو. انا اتوقع واتوقع بالعلم عند الله سبحانه نجم الجمهور. شوف خل فارس النسخه. انا الحمد لله انا جاني درعين اطيب من الجائزه دي كلها. حلو. وانت اطيب منها بعد. جاني درعين في الوقف، اللهم لك الحمد. تستاهل. هذه هي المكسب الحقيقي. اما الامور الدنيويه فلها باب وجواب ان شاء الله. حلو. اولا انس الميموني الدرعين هذه تستاهل اللي جاتك. اما بخصوص المراكز الاخرى الثانيه سوف تبقى خالده معك وذكرى جميله جدا، وسوف تنافس اشخاص يريدون التحدي والتنافس معك، وسوف تقول ميدهم الميدان يا حمدان. حلوين. مقدم السبت كل شيء يجوز. مقدم السبت يجي الاثنين على حدف. حلو. دمك خفيف. حلوين يا ناس. شوف فارس النسخه في 12 شخص او 13 ينافسون عليه. حلوين. نجم الجمهور انت وتسولف الجواي. ها شوف لازم نتفق من الحين يا انس. نجم الجمهور يتفق عليه الجميع. انا ما اتفق عليه، اتفق عليه الجميع. الجمهور اولا الركن الثابت ركان السهلي، الثاني اتوقع انه وازع بن ناصر او محمد الطواله، الثالث سلطان الدويحس. وين راح ابو شبيب؟ وشو؟ ابو شبيب؟ ايه محمد المسودي. ونعم استاه نجم الريالتي ابو شبيب. فاز النسخه محمد البندر. استاه ونجم الجمهور محمد المسودي. حلو حلو. يعني نعتمد نقول ان شاء الله الف مبروك، مبارك لابو شبيب المركز الاول، مبارك لابو بندر، وبارك الصاحب الجميل صاحب الحسنات محمد بن ملحم. اشتاهم مقصد ثاني بن ملحم. الو شو رايك لحقنا على خير؟ والله ما ندري. عندي كحذين ام حق. نرجع لموضوع الحصانات ولا ارجع موضوع الحصانات والمركز الاول فارس النسخه. انس البيموني يقول عطنا من هو صدق توقعاتك في فارس النسخه. فارس النسخه المركز الاول نجم اللي هو محمد البندر. يستاهل يستاهل. والمركز الثاني مهدل، والمركز الثالث سلطان. يستاهلوا. اي والله يستاهلوا. نجم الجمهور محمد شبيب المسردي، ووازع الهشال، ومحمد الطوالة. حلو. الله الله. تسالني ويني فيها صح؟ نجم ريالتي. نجم ريالتي ان شاء الله باذن الله انه من نصيبي. ورايت الوقف. رايت الوقف كل اللي يتمناها الشيء هذا، لكن اتوقع انه بندر العلي. حلوين. انشدني. ما اسمعك. انشدني. تفضل يا ابو شبيب. تصنيف كالمراكز.
من نجم انفاس النسخة صح؟ من الجمهور في مركز ثاني ثالث ولا ما في؟ ايه لا اظن ما في الا في في؟ يعني اول هذا هي كل بوها كل بوها تمام مراكز. طيب تفضل. المركز الاول فارس النسخة. مهذل او شخص ثاني راح ينافس عليه. منو؟ محمد ملح. هي انا يعني المركز الاول بس النسخه يتراوح يتراجح بين مهذل وبين محمد ملح. نعم. حلو تمام. المركز الثاني محمد بن بندر. تمام. المركز الثالث والعلم عند الله سبحانه عز وجل يا نواف بن فرزان. حلو. نجم الجمهور. حلو. ركان السعري. او محمد شبي. انا والله من يعني تراجع مركز اول بين ركان وبين محمد. ركان عند الجمهور ومحمد شبيب عندهم. اسلم والله يوفق اللي بيعمل. امين امين. المركز الثاني وازع بن هشال او محمد الطواله. لا تقول لي واحد كذا اعطني. اوكي وازع الهشال. المركز الثالث نجم الجمهور مبارك المخاريم. اتوقع انه بينافس. صح. مبارك المخاريم. نجم الرياضي. نجم الرياضي. عبد العزيز مسفري. اشتاه. ابو ماجد. رايت الوقف. رايت الوقف. اتفق الجميع عليه. بندر. بندر عليه. والله انا ما ادري قاعد اقول كذا لكن كل شيء راح يبين. كل شيء بيبين. ما عاد بقى الا اسبوعين. وبيني وبينك والله ما خذ مركز نهيسته. خذها محمد بندر. خذها ان نقول ترى من دعابه. الكلام ده كله مو توقعات. توقعات وضح. لكن ما ندري وش يصير في حال كل هذا لا حديث. والله ما ندري. احنا الحين بعض المباريات وكم تتوقع النتيجه؟ فهمت؟ احنا اتخابر يوم مرجع الملك عبد العزيز الالبل تلقى منافس واضحك. فلان الاول فلان الاول فلان. والله يجيك واحد يقول انا الاول ويجيك واحد طال عمرك وساكت. احنا نقول ذا المراكز ويجينا واحد انا ما ندري انا طال عمرك. على طول. والله صدق. هذا حتى لحقنا على خير. ايه الله يلحقنا على خير ولا حد من الغاره. هذا الكلام. باذن الله اللي ما تنام عينه. باذن الله. كل واحد منا ان شاء الله قدم ما عنده ما يرضي ربي سبحانه. انا ايش؟ يرضي والدينه وجمهوره. هذا والله المكسب الصحيح. والله يا ذا البرنامج والمكسب الطيب انها معرفه الرجيل والحط الغانم اللي مثلك مثل ابو ناصر. الله يطول عمرك. مثل خويانا وكل ابوه. الله عليك زو. هذه اكبر معرفه للبرنامج كسبناها معرفه المطالج اللي مثلكم. الحمد لله. وعليك زود يا ابو شبي يا ابو ملحم والحمد لله. غارت